توزيع على كل الاماكن الموجوده في المنشاه. كويس، مكوناته ايه؟ عباره عن الجزء بتاع الانذار دوت الجزء اللي بندوس عليه. ثاني حاجه الساوند سيستم اللي موجود اللي هو الميكروفون والامرجنسي لايت، زي ما احنا قلنا ممكن يحصل فلاش يمكن عملنا لايت، ممكن يحصل الجزء بتاع ساوند نص وفي مايكروفون موجود في كل الاماكن متوزعه، مجرد ضغط على الزرار يبدا يدي الارم لكل الاماكن لايت وساوند ان انا عندي مشكله ومشكله في المكان الفلاني كمان. كويس، ده كله بالنسبه للجزء مكونات الانذار اللي هي في منه جزء هدفي زي ما حصل شفنا في الفيديو برضو الناس اتكلموا. خلي بالكوا لو سمحت اعملوا سكيورتي اعملوا ايفاكويشن او اعملوا سيكن شيلتر عشان عندنا مشكله موجوده كاميرات الصوت. طب ما عنديش انذار اعمل ايه؟ ما عنديش انذار يلا بالمايك ولو دي حاجه فعلا موجوده في الاسامبل اريا خلاص بقى ما فيش بره انذار. لو سمحتوا يا جماعه تعالوا من هنا لهنا، لو سمحتوا اتحركوا شوف فلان يعمل هيد داون تكبروا المايكروفون الناس اللي موجوده بره. نظام الانذار